السلام عليكم خوتي، صباح الخير. المهم حاليا الاخوان كما كتشوفوا انا موجود في مدينه خنيفرة، العوده ديال مدينه خنيفرة. هذه حاليا هي الرومبا الكبيره ديال مدينه خنيفرة، لان كما كتشوفوا هذا القوس، هذا القوس هذا ما عرفتش كيسميو مدينه خنيفرة. هنا كاين واحد كاين واحد الواجهه هنا فيها نقش اسلامي، هي التراث العريق ديال التراث ديال المغرب، وما عرفتش اش من اتجاه اللي كان فيه العماله. وقالت العمليه هذه هي كما كتشوفوا الاخوان في الاتجاه هذا، في كان الطوموبيل راه هي راه هذه البلاصه الدار الحمراء، هذه راه فيها العماله، هذه العماله ديال مدينه خنيفرة. وكما كتشوفوا هنايا هذا هو الجامع ديال مدينه خنيفرة، ومدينه خنيفرة صراحه مدينه كبيره بزاف.